صباح الخير مشاهدينا، واهلا بكم الى هذه الحلقه من كلام بيروت. ضيفنا اليوم في الاستديو مباشره على الهواء المحامي الاستاذ محمد سعيد فواز. استاذ فواز اهلا وسهلا فيك. سعد صباحك، صباح المشاهدين. نعم، راح نتابع معك اليوم كثير هي المواضيع بين داخل لبناني وحتى نيويورك، وما جرى في مخيم عين الحلوي من خلال توقيف امير داعش في عمليه نوعيه للجيش اللبناني. نتحدث عن الموضوع الامني بصيدا، وبالتالي موضوع الارهاب بشكل عام. ما قاله الرئيس سلام بنيويورك حول مساعدة لبنان وحول موضوع انتخاب رئيس للجمهورية، التحرك الداخلي لطيال الوطن الحر من أجل موضوع إنهاء الفراغ وموضوع الحقوق إذا بدنا نقول المسيحية، موضوع اللاجئين، وبالختام فشل اجتماع مجموعة الدعم الدولية بنيويورك حول الأزمة السورية. رح نبدأ نحن وياك أستاذ فواز والمشاهدين بكاريكاتير لصحيفة النهار لأرماء حمصي، ورسم موضوع فتيل بعين الحلوة، فتيل التفجير، ويد الجيش تنزع هذا الفتيل أو تقطعه. الحقيقة يعني اللي حصل امبارحة بعين الحلوة هذه صفحة بيضاء ناصعة لقيادة الجيش والجيش اللبناني. نعم. وبدل أكثر قديش جهوزية الجيش للدفاع عن لبنان وعن أمن اللبنانيين وعن أمن الوطن. وهيدا اللي حصل امبارحة بالتحديد بدل على حيثية كبيرة أنه الجيش جاهز للقيام بمهمات أمنية بالداخل وعلى الحدود، بعكس النظريات اللي كانت يتحفون فيها البعض. ومنها القوة الرديفة أو البديلة، تعتبر حالها بديلة أو مسؤولة عن أمن لبنان، أنه الجيش اللبناني نحن مع الجيش ولكن بعض الجيش مش جاهز. فقيادة الجيش أثبتت اليوم أنه القيادة والجيش اللبناني هما الدرع الحقيقي للدفاع عن الوطن ومصالح الوطن العليا، بعيدا عن كل المزايدات السياسية والمصالح السياسية اللي عم تكون يافطة لتحقيق مكاسب خاصة أو فئوية أو مرتبطة بالإقليم. دائما عندما يتم يعني أي إنجاز أو عملية نوعية يبدأ الكلام والربط بالموضوع السياسي، بدنا نحكي بموضوع سياسي والتشويش على موضوع الجيش والأجهزة الأمنية، ولكن هذه العملية النوعية تقول النهار الجيش ينتزع رأس داعش من عين الحلوة بالسفير اعترافات لهذا الأمير، ما وصفته بتفجيرات وبحر من الدماء. ما في شك أنه السياحة اللبنانية مخترقة من قوة كثيرة تريد العبث بأمن لبنان وتريد خراب هذا البلد على حسابات إقليمية أو مناطقية أو اللي بدك إياه خارج إطار المصلحة اللبنانية. هذا بدل أنه الجيش عنده عيون ساهرة للحفاظ على الأمن. داعش أكيد هذه منظمة إرهابية أعمالها ممجوجة، لا تقرها لا دين ولا شرائع ولا قوانين ولا دساتير، فيجب تكاتف كل اللبنانيين وكل المخلصين لمكافحة الأعمال أو لعدم وجود بيئة حاضنة لهيك مجموعات. وأنا بتقديري فمفروض كمان نحن ننوه ببعض الفصائل داخل المخيمات، داخل مخيم عين الحلوة، الفلسطينيين اللي عم يساعدوا بهذا الاتجاه. نعم. وعم يثبتوا أنه خاصة فتح أو منظمة التحرير اللي هي بتعتبر السلطة الشرعية للشعب الفلسطيني، إنها هي مع أمن لبنان وهي بالنهاية دارها دار مساعد بهذا الاتجاه. وأحسن الجيش أنه حرفية العمل الأمني اللي قام فيه الجيش بدل قديش الجيش عنده جهوزية كاملة، وهذه الدقة إذا بدنا نقول كما جاء بصحيفة الجمهورية اليوم يلي كتبت إنجاز جديد للجيش وخطة مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب لاحقا، يعني تتحكم تقول الجمهورية مظاهر الشلل والتعطيل بكل مفاصل الحياة السياسية بالبلاد والاستنزاف في ظل الاستعدادات لتأخير تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي. سجل الجيش اللبناني إذا بدنا نقول هذا الإنجاز الجديد يضاف إلى سجل الإنجازات، وتقول الجمهورية بعدما حقق العملية النوعية والخاطفة بأمير داعش تم إلقاء يعني هذا بدل كمان أن قائد الجيش يتعالى فوق كل التجذبات السياسية وعم يقوم بدور كبير فعال بمناقبية عليا تهم مصلحة المدى البلد بالضبط بالتحديد، سواء صار في عملية تجديد أو تمديد لقائد الجيش، علما أنه إحنا البلد مش محتاج لهيك قضات أو لهيك نفوت بزواريب بظل
الصراع الإرهابي أو عملية تفجير الساحة اللبنانية حسب المعطيات أو المعلومات اللي سمعناها. بنك معلومات. فهيدي صيد سمين فينا نسميه يهم كل اللبنانيين. ما فينا نهرب من السياسة، لكن حتى بدأ الكلام أنه لماذا التوقيت هلأ كشفوا عنه؟ أكيد العملية كانت عم تتحضر زمان وفي متابعة. هيدي طبعا هي العملية تخضع بموضوع تخضع هيدي تخضع لحسابات بالقيادة الجيشية بتقدرها. يعني مش شرط على طول دائما أنه أي عمل هناك من ربطها بالسياسة مربوط بوضع سياسي معين. اليوم بالأخبار المعلومات أنه هلأ الأخبار يعني ما بعرف، نحن عم نحكي أنه الجيش أصبح جاهز على كل البدائل. اللي بيعتبر حاله هو مسؤول عن أمن البلد يعطي كل سلاحه وكل إمكانياته للجيش اللبناني. على كل حال مرجع أمني كبير يقول للجمهورية أن التحقيقات بوشرت مع الإرهابي ياسين، بنك معلومات، مخططات للمجموعات الإرهابية وحتى التي نفذت في استهداف لعدد من الأماكن الحيوية ببيروت وبجنوب ومحطات كهرباء وأيضا محاولة اغتيال الرئيس نبيه بري. معلومات يعني معلومات خطيرة هيدي. نعم، وهيدي معلومات عم تفخيخ البلد كله، مش بس عملية ايه؟ استهداف الرئيس بري ايه؟ يعتبر استهداف للبلد كله بظل هالستاتيكو اللي موجود. نعم، والمصالح الحيوية، محطات الكهرباء، معناته في عملية أمنية لتدمير البلد والحاقها بما يحصل من خراب بسوريا وما يحصل خراب بالعراق وامتداد، يعني حريق هائل. وبتصور البلد ما بيتحمل هيك 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 مجازر ممكن كانت تحصل على. نعم، على صفيح الوضع اللي نحن عايشينه. نعم، على كل حال صاحبة السفير ايضا حكيت عن المعلومات يلي ادلى فيها الارهابي ياسين، انه بحر من الدماء والاعترافات، تفجيرات متزامنه مش انه بين فتره والتاني، وحتى بموضوع اليونيفيل بجنوب، وعم الكلام عن مخيم عين الحلوه الان بدا يحصل بعض بين الفترة والأخرى توتر داخل المخيم، ولكن هذا التوتر يخفي ما وراءه، وبالتالي الخوف أيضا من مخيم عين الحلوة أنه أن ينفجر الوضع بالمخيم. هلا بتقديري هيدي العملية اللي تمت امبارح بالنسبة لأمير داعش هتكون درس لكل القيادات الفلسطينية اللي كانت عم يدغدغ لها أحلامها أنه ممكن تقوم بأعمال أو تعتبر عين الحلوة يكون بؤرة خارج الامن اللبناني العام. نعم، فاللي حصل امبارحه بتقديري حيكون درس كبير، مصلحه لاهل المخيم وللقيادات الفلسطينيه داخل المخيم. ممنوع العبث بامن المخيم، بامن الجوار، يعني منطقه صيدا ومنطقه الجنوب منطقه حساسه ولها خصوصيه معينه. فبالتالي اللي حصل من قياده الجيش بتقديري حيكفي الجيش بهذا الاتجاه، وحيقتلع كل هذه البؤر اللي بتعتبر انها جايه لاعمال تخريبيه داخل لبنان او داخل منطقه الجنوب. كانه الجيش اللبناني في ظل الكلام عن شل المؤسسات اذا بدنا نقول قراره معه، يعني كان بالزمان قبل انه بحاجه الى قرار سياسي لنعمل هيك، واضح انه الموضوع اصبح امني بامتياز من الحدود الشرقيه الى الجنوبيه الى موضوع الشمال. مش ناطرين مثلا قرار حكومي لاقليم الجيش اصلا هل القرار اذا في حريق باي منطقه، يعني الدفاع المدني او اي اجهزه مختصه ما بتنتظر لتاخذ قرار لحتى يروحوا يطفوا هالحريق. فبالتالي قياده الجيش من حسب المعلومات والمعطيات اللي عندها عم تعتبر في خرق امني كبير، فمش مضطره لتاخذ قرار سياسي. عاد هذا العمل اللي عم تقوم فيه قياده الجيش هو الامن السياسي لامن السياسيين وامن البلد. بالتالي نحن عندنا ركيزتين لحد هلا، بعدنا الحمد لله ماشي الحال، اللي هو عمليه مصرف لبنان. أيوة، والجيش اللبناني. نعم، بالتالي حتى المسؤولين الكبار اللي بيجوا الدوليين عملتوا بمصرف لبنان وبيلطوا بقياده الجيش بيعتبرون الى حد كبير هذه المؤسستين ما زالت على مقومات دوله. مقومات دوله. نعم، وبعدين عندهم استقلاليه بعاد عن التجذبات السياسية والإقليمية ومش مرتبطين بما يدور في بالإقليم. بس لختم الموضوع الأمني، وفي كلام كثير بهذا الموضوع، ولكن صاحبة الديار حكيت عن هذه العملية الاحترافية والخاطفية اللي جنبت لبنان تفجيرات إرهابية بإلقاء القبض على أمير داعش. ولكن عماد ياسين، الديار تقول أن الأوامر كانت عم تجي صادرة من وإلى الرقة في سوريا، وهذه المتابعة الاتصالات التي كانت عم ترصدها مديرية المخابرات. عم نحكي اليوم عن موضوع المخيم بجنوب، عم نحكي عن حدود شرقية، عم نحكي عن سوريا والاتصالات.
بالداخل اللبناني. هلا الواقع هذا في شريط المنطقة كلها صارت مربوطة من بعض، يعني بتيجي بتبلش من العراق، بتبلش على سوريا، بتبلش على لبنان، بتبلش على غزة، كلها صارت مرتبطة بنفس بنفس الدائرة وبنفس الخطر وبنفس الأهوال اللي عم تصير على كل هيدي الدول. فمش مستبعد. هلا نحن ما بعرف قديش الإعلام يعني اطلع على التحقيقات مثل ماليزيا، على الأقل على الأقل، ولكن نحن من بلا شك فيه إنه هيدي مجموعة خطرة وخطيرة، والصيد الثمين بده يريح البلاد، يمكن يريح المنطقة كم من أعمال نقدر يكونوا في أعمال كانت مخططة بدول تانية بالوقت ذاته. بالموضوع الداخلي والموضوع الداخلي اللبناني، أزمة الفراغ الرئاسي انتقلت إلى نيويورك مع الرئيس تمام سلام. عنوان المستقبل هيك لافت، أنه عم بيقول للعالم الرئيس سلام ساعدونا لانتخاب رئيس، في حين أنه كأنه ما حدا كان جاي على باله الأزمة السورية هي التي تضغط على اجتماعات الأمم المتحدة هالسنة. هلا ما في شك أنه الأزمة السورية أزمة ضاغطة، أصبحت أزمة عالمية دولية. يعني الوضع السوري ارتفع إلى مستوى القرار الدولي، بطل الموضوع معارضة ونظام وثورة وإيران وتركيا، صارت العملية معتبرين أن الأزمة السورية هيدا حريق عم يمتد حتى لدول أوروبا وأمريكا، وبالتالي يجب إخماد هذا الحريق. لكن يبدو مصالح الدول بعدها مش متفقين على خريطة معينة بالتحديد للموضوع السوري وللتدخلات اللي عم تحصل من الروسي ومن الإيراني بالتحديد بموضوع السوري. هلا تصريح الرئيس تمام بيك سلام كمان هذا له جانب سلبي وجانب ايجابي. يعني عم يعلن عجز اللبنانيين عن القدره على انتخاب رئيس لجمهوريتهم. الايجابي انه اوصل هذا الصوت، اوصل هذا الصوت. فعمليه هذا العجز مش نابع من اراده داخليه او من اراده لبنانيه، في عمليه في دوله عم تمارس قهر بهذا الموضوع عبر حليف اساسي لها بالبلد، ومعتبرة رئيسة الجمهورية اللبنانية هيدي ورقة يجب التعاطي فيها حسب مصالح إيران بالتحديد. تحكي عن إيران وحزب الله؟ عم بحكي عن إيران بالطبع، عم بحكي هيدي ورقة يجب اللعب فيها حسب مصالح وأهواء الدولة الإيرانية، وبالتالي عبر أكيد حزب الله اللي بيعتبر ميشيل عون هو يعني الواجهة الثمينة له للعب بهذه الورقة. بدنا نحكي عن تحرك تيل وضع الحر، موضوع الرئاسي، موضوع الحكومة، ولكن الكلام صوت الرئيس سلام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن من خلال الزيارات للرئيس أولاند وحتى الكلام الإيراني والكلام الأوروبي والأمريكان، هلأ عندهم قضية تانية موضوع الانتخابات الرئاسية، أنه قوموا أنتوا اشتغلوا يا لبنانية، الحل بإيدكم ونحن إذا في شيء منساعد. وبالتالي لمن يوجه الرئيس سلام هذه الرساله؟ للضغط على ايران؟ عم بقول لدول العالم اضغطوا على ايران. هيدا نحن بلشت بالحديث، انا في الرئيس سلام عم يقول انه نحن نتيجه الضغط اللي عم يتمارس علينا من ايران لمنع انتخاب رئيس جمهوريه، هذا تحليلي مش عم بقرا انا يعني نوايا الرئيس سلام. أكد ان الواقعية تفرض علينا الاعتراف بان حل مشكله الشغور ليست بيد اللبنانيين وحده. بالضبط. فبالتالي نحن عم نتوجه هو للرأي العام انه حرروا، ترفع ايران ايدها عن لبنان، بكفي يعني شلل، بكفي فراغ، انهيار اقتصادي على وشك البلد تعلن افلاسه. يعني الوزير علي حسن خليل عم يحكي بتشرين تاني بموضوع المالي انه اخر فترة لموضوع الرواتب. بنحكي عن الرئيس بالرواتب موضوع التشريع. فالرئيس سلام طرح الصوت انه الشغور الرئاسي هو خراب دائم الى لبنان، فعلى المجتمع الدولي ان يلعب هذا الدور بالضغط على ايران لتحرير ورقة رئيس الجمهورية من الاوراق التي تحتفظ فيها في لبنان. ماذا عن واقع هالموضوع؟ هل سيكون له اي تاثير برايك؟ هلا قديش المجتمع الدولي بده يتفاعل مع هذا الصوت؟ هذه بتحددها الايام الاتيه هي بتفصل بهذا الموضوع. علما يبدو البوادر لحد هلا مش كثير مشجعه، يعني ما في بوادر لانتخابات رئيس الجمهوريه قريبه، هيك اللي واضح. 28 يوم عادي، يوم عادي، يوم عمل عادي، يوم عادي
بالشارع، مش بالشارع وبغير الشارع يوم عادي. قبل ما نحكي عن موضوع يوم 28، الرئيس سلام ايضا مشكله النازحين واللاجئين السوريين يلي في ظل هذا الوضع الذي يعيشه لبنان الاقتصادي والمؤسساتي والسياسي، في عبء يرزح تحته لبنان هو موضوع اللاجئين، وبالتالي ايضا كان في شكوى من المجتمع الدولي انه وين مساعداتكم؟ لماذا تتخلون عن الوقوف الى جانب لبنان كبلد مضيف؟ يعني مش انه طيب طيبة خاطر. هلا قدر لبنان هيك، قدر لبنان يتحمل، قدره بالجغرافيا وبالتاريخ وبالسياسة يتحمل ما يحصل بسوريا وما حصل بفلسطين. هذه مسؤولية الدولة. الدولة اللبنانية لم تتعامل مع موضوع اللاجئين مثل ما تعاملت الأردن، مثل ما تعاملت تركيا، وبالتالي فنحن تحملنا هذه نتيجة التجذبات السياسية ونتيجة العنصرية اللي حاول بعض القيادات السياسية يتعامل مع موضوع اللاجئين. السوري اليوم عنده وطن، عنده بلد. سوريا منا محتلة من دولة تانية، محتلة ظاهريا هلأ من إيران، من منظمات، من روسيا، ولكن بالنهاية في دولة وفي بلد. بالتالي السوري أكيد بده يرجع معزز مكرم لبلده. بس الدولة اللبنانية لو تعامل شنطة كمان، نعم نشتري له شنطة اللي هتضب أغراضه فيها. مش موضوع نشتري له شنطة، نحن عم نحكي حرق يمكن الطوب. هذا قدرك أنت كدولة لبنانية، بدك تحدد مفهومك لموضوع النازحين وموضوع اللاجئين. بس تحدد هذا المفهوم وبتصور المجتمع الدولي توجه للدولة اللبنانية بأكثر من سائل بهذا الاتجاه. نحن ما عندنا أجوبة نتيجة الانقسامات والتجاذبات وفهمنا لهذا الموضوع. فمفروض الدولة اللبنانية تحزم أمرها، تحدد مفهوم واحد كيفية التعامل مع النازح أو اللاجئ، وعلى ضوءها بصير في التعاطي مع هذا الموضوع حتى مع المجتمع الدولي. طب بإيران لا ما في بتركيا لا ما في مشكلة، ألا ترى بالأردن لا ما في مشكلة، ألا ترى أن الموضوع تخطى هذا الإطار؟ اليوم عم نحكي عن كلام العودة الطوعية أو أنه عدم عودة طوعية أو أنه يبقوا بلبنان أو أنه يستوطنوا بلبنان، يعني صار الموضوع أكبر. أنا برأيي المتواضع بالنهاية سوريا بها تخلص الحرب فيها محدل، يعني إلى أبد الآبدين، يمكن سنة يمكن اثنين. يمكن نحن عايشين بتطورات متسارعة، حتى العامل الدولي بالأزمة السورية واصل لوقت ما عاد في يحملها، ما عاد في دل شغل العالم كله بالوضع السوري. عاد الوضع السوري فلت، يعني كان عملية مضبوط، هلأ الوضع السوري فلت. وحتى انت لاحظ انت موضوع داعش داخل بالصراع السوري والصراع العراقي، بتحس وهج الموضوع إلى حد ما خفت أكثر من كنت تسمع بداعش أكثر، بجبروت داعش أكثر، بوطأة تصرفاتها أكثر. هلا يا انسحبت من الإعلام أو في قوة كانت ترعى داعش بأماكن معينة قالتهم تراجعوا إلى الخلف لنشوف كيف المشهد الجيش. كل حدا عم يرعى بمنطقته يعني. فبالتالي الوضع السوري، موضوع اللاجئين، موضوع النازحين له شقين، النازح واللاجئ السوري. سميه نازح، احنا ما حنسميه لاجئ، نازح نتيجة الوضع الأمني اللي موجود بسوريا، أكيد رح يرجع. الدولة اللبنانية من الآن لحين إتمام هذه العملية، هذه مسؤولية الدولة. شو هي الخطوات؟ مسؤولية الدولة، مطلوب مسؤولية الدولة هي تحدد كيف بدها تتعامل مع النازح السوري. هي بلشت أصلا موضوع الإقامات، موضوع الإذن قبل الدخول، يعني في إجراءات يمكن إجت مؤخرة أو نتيجة التدفق الناس اللي حصل، ما كان نحن عندنا القدره لتنظيم هذا الواقع. ولكن في خطوات بلشت الدوله تقوم فيها، ولكن كيف بدنا نتعامل مع الواقع، مع الناس اللي موجوده بالداخل اللبناني، وحمايتهم وحمايه الامن اللبناني من اي تداعيات ممكن تحصل بنتيجه الوضع بكل المناطق اللبنانيه. فمفروض الدوله تعمل خليه ازمه لهالموضوع هي، وتقعد تحط مفاهيم لتتعامل مع الواقع، وبتصور الامور تمشي بالاخير. ولبنان ينتظر مساعدات، ما هي المساعدات ما تيجي على برنامج، ما حتيجي هيك خد مساعدات. حط الوزير درباس البرنامج وحط الخطه وعملوا اكثر، بس ما في اطراف داخل الدوله اللبنانيه ما كانت موافقه على البرنامج، كان عندها وجهه نظر ثانيه. نعم. فنحن ما لنا متفقين على سياسه واحده للتعامل مع النازح، وهذه مسؤوليتنا مش مسؤوليه المجتمع الدولي. طيب هلا حضرتك عم بتقول بدك مين يعترف بالمسؤوليه. نعم. على كل حال رح نتابع معك استاذ فواز موضوع رئاسة الجمهورية، موضوع كلام الرئيس بري حول الجلسة التشريعية أيضا بعد التوقف الاستراحة أولى. ابقوا معنا مشاهدينا.
نتابع معكم مشاهدينا هذه الحلقة من كلام بيروت مع المحامي الأستاذ محمد سعيد فواز. كنا عرجنا شوي على موضوع رئاسة الجمهورية وحكيت أنه موضوع مجتمع دولي وموضوع الضغط على إيران من أجل حل أزمة الفراغ الرئاسي الداخلي. الرئيس سعد الحريري بمقال له بنيويورك تايمز الأمريكية طالب إيران بوقف تدخلها بالشؤون العربية، وصحيفة اللواء أبرزت ما كتبه الرئيس سعد الحريري بنيويورك تايمز، يعني يقول أنه وقف تدخل إيران بالشؤون العربية، وأنه حزب الله أيضا من خلال هذه العلاقة الاستراتيجية مع إيران يمنع انتخاب رئيس الجمهورية ويفرض شلل مدمر على الحكومة لابتزاز المواطنين للرضوخ لمطالب. هذه هي المعادلة. الرئيس الحريري بالرسالة اللي امبارحة كانت كتير واضحة، واضح يعني فصل العملية السياسية اللي عم تحصل بلبنان وخاصة بموضوع انتخاب رئيس الجمهورية. وحكي عن موضوع الدور الإيراني اللي عم يحصل بالمنطقة وصولا إلى هذا، وصولا إلى من ضمن الاستراتيجية اللي وضعتها السياسة الإيرانية. هي شلل كل الدول العربية ونقدر تفكيك هاي الكيانات خدمة لمين بعدين بتقدر تحددها. أنا يعني بدي ثمن على الكلام اللي تفضل فيه دولة الرئيس سعد الحريري وزيد بمحطات على الدور الإيراني وموقفه من المملكة العربية السعودية، أنه اليوم الدور الإيراني إذا ما نعمل المقارنة اللي حاصلة بين المملكة العربية السعودية ما قدمتها إلى لبنان وإلى العالم العربي والقضية الفلسطينية بالتحديد وما تقوم فيها إيران، نلاقي في فرق شاسع. قد لا تصح المقارنة، ما في مقارنة في عملية المقارنة بكل دولة استراتيجية، بكل استراتيجية. الاستراتيجية الإيرانية قائمة على تصدير الثورة. تصدير الثورة معروفة، الدولة الإيرانية هي دولة شيعية، دولة مذهبية، وبالتالي هي اللي بتعم تحكي بتصدير الثورة، يعني بتصدر الفكر الشيعي الفكر المذهبي لوين؟ بدها تصدره على الوطن العربي اللي هو يتفاعل، نحن اللي بنعتبر الإسلام واحد سواء كان الإسلام السني أو الإسلام الشيعي. ما في إسلامين، في إسلام واحد. خليني بس أنا هلأ كانوا عم بصير اثنين. هلأ هن عملوا اثنين، هن عملوا اثنين. يعني نحن وجهنا الحرب مع إسرائيل، العرب واجهوه بالقومية العربية والإسلام الواحد. كان إيران إسرائيل لم تستطع أن تخلق صراعات مذهبية داخل الوطن العربي. دلت الدول العربية متماسكة عندها نسيج عربي إسلامي واحد لمواجهة هذه التحديات، سواء ربحنا أو خسرنا، ولكن ربحنا الداخل. من الذي خلق هذا؟ تيجي تشوف بالسياسة الإيرانية، السياسة الإيرانية لعبت على الوتر المذهبي. هذا الشيء المؤسف، يعني الثورة الفلسطينية كانت بلبنان والأحزاب اليسارية والأحزاب القومية كان عمادها ابن الجنوب. ابن الجنوب كان هو عماد هذه الأحزاب وعماد الثورة الفلسطينية اللي هو بعتذر على التعبير اللي هو شيعي. مش هيك؟ لكن كان شيعي عربي مؤمن بالقضايا العربية، مؤمن بالإسلام الواحد، ما في سني وشيعي. إجت السياسة الإيرانية بلشت تشتغل بإيران بالعراق. هل تعلم أنه إيران بالعراق ترعى أكثر من 80 ل 90 منظمة لتخريب العراق ونهب ثروات العراق تحت شعارات واهية فلسطين والقدس والكلام اللي هو اللي هي الشمسية اللي عم تحاول تتمدد على كل الوطن. الدول كانت تعرف هذا الأمر، هذه الاستراتيجية. هلا يفترض مفروض تعرف أو والله كشفت. ليش ما خلقت الأرضية للقواعد الشعبية حتى تكون أرض خصبة؟ حاول تخرب بالبحرين، عم تخرب باليمن، عم تخرب بسوريا، لها بيع طويل بالموضوع عبر أدوات وأحزاب وتنظيمات. إذا الدور الإيراني بالوطن العربي لم يكن لا دور تصحيحي ولا دور رقي للشعوب ولا نهضة للشعوب، كان دور ما لحد هلأ المطلوب من الشعب العربي تجاه إيران ما عارفين شو بدها. هل هي بدها تعتبرنا من ضمن الأمبراطورية الفارسية اللي هي عم تحلم فيها، أو نعمل حرب، أو بقى نعمل حرب؟ بلشنا بالحرب. نحن وصلنا لوقت أنه ما عاد في القادة العرب تحمل هذا الصلف وهذا التعنجهية اللي عم تتعاطى فيها إيران
مع المجتمع العربي ككله، مش مع الأنظمة، مع المجتمع. الخطر إنه الإيران دخل على المجتمع العربي، ما دخل على الأنظمة، يعني عم يخلق بؤر توتر داخل المجتمعات العربية. استطاع الإيراني الدخول للمجتمع لأنه هذا المجتمع لم يكن محصنا من قبل مسؤولين عنه، من قبل دوله؟ مش هذا السبب. فاتوا على العام، على الغريزة، على العامل الديني، وهيدا تبقى عامل الديني. نحن بالمجتمعات الشرقية تبقى يعني إلها شيء جوا أكثر من العوامل الثانية. فبالتالي بتن المملكة العربية السعودية أخذت قرار بالتصدي، عاد شعرت إنه هيدا الزحف يعني ما حيتوقف. مش بس سعودية. المملكة العربية السعودية والخليج ودول الدول العربية كلها شعرين بهيدا الخطر. التحالف العربي. التحالف العربي. فبالتالي اليوم ما في مشكلة مد إيدك للإيراني. نحن ما عندنا مشكلة بتقديري كعرب إنه يكون نحن نتعاون نحن اقتصاديا وتجاريا وماليا. شرط. في عوامل، ولكن ضمن احترام القوانين الدولية. كل دولة مسؤولة عن نفسها، كل نظام بيهتم بنهضة شعبه. مش أنا أترك الشعب الإيراني تشوف كيف بدي حسن وضع الشعب اللبناني، أترك الشعب الإيراني لشوف كيف بدي حسن الوضع السوري، وبالتالي كله تخريب بتخريب. الإيراني اليوم وعايش بمأزق. أنا بتقديري الإيراني عايش بمأزق. أنت تصور وصل لمرحلة أنه الإيراني عم يخاطب السعودية عبر إعلام الشيطان الأكبر. يعني شوف كيف المعادلة صارت. يعني الوزير ظريف عم يخاطب السعودية ويبتز السعودي ويتهم السعودي اتهامات باطلة وزائفة، والمجتمع الدولي كله بيعرف هذا الكلام غير صحيح. السعودي بعمره ما كان، السعودي المملكة العربية السعودية بالتحديد، يعني النظام السعودي نظام يتعامل بالسياسة الناعمة. ما عنده ما قطعناها نتيجة انه صارت مثل ما بقول الحريق صار بالبيت، ما عاد فيك بدك تطفي بكل ما اوتيك من قوة. فأنا برأيي التعاطي مع السياسة الإيرانية لازم تكون في تعاطي بالحزم وعلى قاعدة المصالح، انه الإيراني بده يجي يشارك بكل الدول العربية تحت شعارات مذهبية وتحت شعارات دينية، وهذا الشيء مرفوض. ولكن إيران، الإيراني لتاريخ هذه اللحظة قدر يبلع العراق، بس ما قدر يهضمه، ما قدر يهضم العراق. يعني استغل كل ثرواته للعراق، وبعض العراق متفجر. عم تحكي عن إيران والشيطان الأكبر صار يحكوا من خلاله، ولكن هناك احتضان غربي أوروبي ودولي للموضوع الإيراني بعد موضوع الاتفاق النووي. كأنه أنا برأيي هذه نظرية اهتمام لافت. هلا المجتمع الدولي في كمان عملية عم يعقلن الإيراني بطرق مختلفة. ما في صراع بينه وبين الإيراني مثل ما حصل الصراع بين دول الخليج او العرب والسياسه الايرانيه. حكيت موضوع نحن الشعب الايراني، ما في مشكله مع الشعب الايراني ابدا، ما في مشكله بين الشعوب. في توجه عند النظام الايراني بعمليه بلع كل المنطقه وتكون لخدمه مصالحها وخدمه سياساتها. من هون عم نحكي المجتمع الدولي من اجل مساعده بانتخاب رئيس الجمهوريه وحل موضوع الاستقرار. اذا بدنا نقول حكيت معادله اسرائيل والدول العربيه، ولكن ايران استطاعت دعم مقاومه وقفت بوجه اسرائيل وهزمتها. الموضوع المقاومه مش ايران لها وقفت بس مع المقاومه، الشعب اللبناني كله كان مع المقاومه. انا عم ميز في مفارقه كبيره مثل المعادله اللي عم تطرحها حضرتك. موضوع المقاومه بلبنان، العرب كانوا لهم اكبر سند كان للمقاومه من بعد الحرب. لا، قبل الحرب واثناء الحرب، يعني اتفاق نيسان، كل فتره التسعين، فتره عصر اللي عاشت المقاومه، العصر الذهبي اللي عاشت المقاومه على ايام الشهيد رفيق الحريري، هيدي معروفه. يعني شرع المقاومة اللي هو الشهيد الرئيس رفيق الحريري. شوف وين صرنا. فبالتالي نحن عم نحكي عن معادلة إسرائيل، إنه تماسك العربي القومي هو اللي واجه إسرائيل. إسرائيل ما قدرت تخترق هيدا الجدار الكبير نتيجة التعلق بالقومية العربية. إجت إيران فاتت على الباب المذهبي، عملت الشعوب العربية طوائف ومذاهب وقبائل. هلا إلى دخل إيران بتحرك التيار الوطني الحر ب28 وينزل على الشارع كمان؟ إلى دخل؟ هلا التحالف موضوعي مصالح. إيه؟ مصالح. هلا إيران حزب ميشيل عون، الرئيس عون، أو التيار الوطني الحر حليف حزب الله. إيه؟ موجب ورقة تفاهم معروفة.
وبيقف على خاطره حزب الله بيقف على خاطره بعض هالايام. لا بيقف على خاطره بمحطات معينه بلكي قدر بلكي قدر قدر شوي مشي يعني بشوفه بيروح باتجاه معين بيرجع بقول له طول بالك خلينا نرجع نرتب الامور. طيب. وبالتالي الايراني يعني حزب التيار الوطني الحر احد الادوات اللي بيستعملها النظام الايراني لتعطيه رئاسه الجمهوريه. هلا التيار الوطني الحر يتحرك من اجل ملء الفراغ مش لتعطيه. مش ملء الفراغ بدهن يجيبوا ميشيل عون رئيس جمهوريه مع حفظ الالقاب. ساعتها بيمتلئ الفراغ. ما في هيك بزيد الفراغ. كيف؟ بزيد الفراغ لا لسبب بسيط. نحن يا اما بده يكون في دستور وفي مؤسسات او خليها هلا هن طلعوا بنظريه جديده. موضوع انه الانتخاب هن عم يعتبروا انه المجلس النواب مجلس ممدد له ومجلس غير شرعي وغير صار مره والقطوه لا 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 يعني بردون الحق. شوي انا من يومين سمعت كله حكي خليني كفي استاذ سلمان وبيعتبروا انه هن بينزلوا على المجلس مش مشان ينتخبوا الرئيس رئيس جمهوريه هي تسويه تسويه نتيجه تسويه عادة. بيجي الوزير بيجي ميشيل عون رئيس جمهوريه وبالتالي هن شو عملوا لك؟ عملوا لك ما في دستور ما في مجلس نواب هن وين في مغنم شركاء فيه وين في مغرم بقول لك نحن ما خصنا فهن عيد هاي عيد هاي لا وين في مغنم يعني بس ان يكون بس يكونوا مستفيدين ماشي الحال يعني يعني مثلا فاتوا بحكومتين كان لهم مصلحه يفوتوا فيها نزل بيان الحكومه مجلس النواب الحكومه الاخيره مجلس ما عملوا بيان للمجلس مجلس وزاري بيان وزاري وعرضوه على مجلس النواب واخذوا ثقه المجلس طب انت كيف تاخذ ثقه المجلس من مجلس ممدد له فبالتالي هن عم يعتبروا هلا القدر او الحل او الشيء اللي ممكن يحل البلد ينقلنا من مكان لاخر هو ميشيل عون وصول الجنرال وجود ميشيل عون وهذا كلام لا يمت الى الحقيقه بصراحه دون عقبات وين مش دون عقبات هذه في استحاله انا كمواطن استحالة. لبناني انا عم بحكي عن رايي الشخصي هلا والله عم بقول انا بدي الجنرال الجنرال دكتور جعجع يدعم الجنرال انا عندي هيك خريطه الطريق بسيطه هلا يمكن متواضعه ما بعرف قديش حيكون في عندنا ثلاث محطات لحتى نقدر نطلع من الموضوع ونرجع عن لبنان الاستحقاق الاستحقاق الرئيس في فزلكه دستوريه نعملت الرئيس بري مع صدق نواياه هي عمليه اول شيء الثلثين هذا امر طبيعي وبالتالي اتفقوا انه مفروض يجي رئيس بالطوافق هذه الفزلكه الدستوريه اللي حصلت بمكتب المجلس النواب يجب اعاده النظر بها على اساس انه يبقى المجلس بحاله انعقاد لحين انتخاب رئيس جمهوريه طيب هلا هو هيك هلا نحن لا مش هيك هلا كل جلسه بيرفع الجلسه بنبلش جلسه جديد فهلا مفروض هذا الموضوع يتعالج بطريقه انه موضوع الثلثين في حال مكان الثلثين ونخلص نخلص هذه وحده اثنين صار انتخاب اثنين بدي كفي خليني كفي انا وجهه نظري الوقت ما عندك بس على السريع ايه. هلا انا بدي ادعي الدكتور جعجع والرئيس سعد الحريري ايه. تعليق المبادره بدعم فرنجيه وميشيل عون شو بصير بعدين والتئام اربعة قوى 14 اذار من جديد لبحث رؤيه جديده موضوع الانتخاب بعيد بعده يعني حزب الله ما بده انتخاب حزب الله ما بده رئيس جمهورية حزب الله برجع لك للفكره اللي بدي اطرحها حزب الله عامل حاجز ما بشيل الحاجز الا بثمن والثمن شو هو كل شيء حصل بالدوحه بده يصير بالدستور الثلث المعطل وانتخاب رئيس جمهورية عاد هو اعطاك خريطه الطريق سيد حسن نصر الله بحطلاته الاعلاميه قال الرئيس رئيس مجلس ما عادش حدا يحكي ورئيس جمهورية هلا انتم عانوا هذه بجيبتي الورقة اوكي تعالوا نحكي بموضوع رئيسة الحكومة وصلاحياتها وإلى آخره فتح الباب وقتها فهون بهالباب مش فتح الباب وسكر كل الأبواب قال لهم ديروا بالكم كل شيء أنا موجود بجيبتي فبالتالي هو ما راح يشيل هيدا الحاجز إلا بأثمان وبدي أشوف برا شو بدي يصير فأنا بدي أدعي الشيخ سعد الحريري دولة الرئيس سعد الحريري والدكتور جعجع لإعادة بث الروح ب 14 أذار ويكون عنوان وحيد هو ملء الفراغ الرئاسي. ملء الفراغ الرئاسي. طيب. بيتم على قاعدة تعليق المبادرتين بدعم ميشيل عون ودعم سليمان فرنجية، عاد هلا نحن صرنا سنة ونص وسنتين وبعد النتيجة ما في شيء. طيب. وبعدين بعلقين.
مفكر، والاتصال بوليد بيك جنبلاط على الولاد، وليد جنبلاط ما زال يتمسك بروحيه 14 اذار ومبادئ 14 اذار. بدا يؤثر هذا، ما زال يؤثر. انا عم بعمل جبهه جديده بوجه التوجهات والعنتريات اللي بدي يسويها التيار الوطني الحر. التيار الوطني الحر اليوم عم يتكي على حزب الله من ميل، وعم يتكي على دار القوات من الدكتور جعجع كمسيحيين. وبالتالي هل الدكتور جعجع بيوافقوا انه المظاهرات تصير، تعطيل البلد، شلل البلد تحت عنوان او الرئيس ميشيل عون او الفراغ او الفوضى؟ يعني انت حضرتك دكتور استاذ سعيد عم تعري للتيار الوطني الحر، عود لحالك. مش عم اعري انا، عم بحكي الواقع. ما هو بري فوت الرئيس بري الصوره واضحه عنده تماما. الرئيس بري يعني عنده قراءه هاديه للموضوع، وعارف بالنهايه انه الشارع حيقابله شارع، في مطالب اجتماعيه وفي الناس كلها عم تعاني. يعني اذا بدك تعمم الفوضى وتغرق البلد بالشوارع، هيد مين بدي يتحملها هيدي بالنهايه؟ ميشيل عون عنده تجربه، يعني عمل ب 13 تشرين معروف، يعني معود على هذا الموضوع. بس البلد ما عاد يحمل هيك. فبالتالي نحن بنفوت 14 اذار بترجع تستعيد دارها، ويطلعوا من الحسابات الضيقه والحسابات النيابيه والحسابات السياسيه للحسابات الوطنيه عند الرئيس سعد الحريري، رغم كل الضخ الاعلامي ورغم كل التهويل اللي عم يتمارس عليه، ما زال الرقم الصعب بالمعادله اللبنانيه. هو الزعيم الوطني اللي عنده امتدادات بكل بالجغرافيا اللبنانيه، سواء كانت السياسيه او الطائفيه او المذهبيه، وبالتالي قادر على اشتراح حلول ومبادرات يتحدى فيها الاخرين. وبهالطريقه هيدي بنقدر نحن نطلع. يعني اليوم ميشيل عون ما زال بيعتبر ورقه جعجع ورقه عم تزيد من حظوظه بالرئاسه، ولكن هي عم تزيد من حظوظ الفراغ باللحظه الحاليه. وضحت الفكره على كل حال. لنشوف يمكن ما قاله الرئيس جميل من بكركي قد يكون في شيء من هذا القبيل باعاده وحده 14 اذار. رح نتابع معك استاذ فواز بعد التوقف لاستراحه ثانيه، ابقوا معنا مشاهدينا. نتابع معكم مشاهدينا هذه الحلقة من كلام بيروت، القسم الأخير مع الأستاذ محمد سعيد فواز. يعني موضوع هذا الطرح اللي طرحته، ذكرنا الرئيس جميل كان حكي عن عودة 14 أذار، ولكن ما بتشوفوا الظروف تغيرت، المعطيات، العلاقات، الدعم العربي لهذه القوى، ثورات بالعالم العربي كيف صارت تحولت لدماء جاي تعمل حرب بالداخل عن جديد؟ استاذ فواز عملنا حلفين ومواجهتين. نحن ما عم نعمل حلفين، نحن عم نعمل ديناميكيه جديده لعمل 14 اذار، اللي هي اللي وصلت عملت هيدي الشعله. أدت مهمتها وخلصت. ما ادت مهمتها. في بعض القيادات داخل 14 اذار حطت حدود، خرجت من الملعب الوطني الواسع، راحت على ملعب ضيق طائفي بنظرها مفروض تمسك الشارع لحتى لا تكون اقوى بالمعادله. بهالبرنامج لما كنا نستضيف ايام 14 نقول لهم بكره لما توصلوا لانتخابات الرئاسة الجمهوريه وغيرها مش حتختلفوا؟ كان نقول لا ابدا. شوف شو صار. ففي قاعده هلا الكل عارف حدود اللعبه وين صارت وسقفها وشو الامكانيات والمجتمع. يعني وصل للقمة وفي عودة. في عودة بدك طيب. ترجع للمربع الأساسي. طيب بموضوع تحرك التيار الوطني الحر 28، جلسة انتخاب، موضوع الشارع تحت عنوان حقوق المسيحيين، انتخاب رئيس، والميثاقية اللي بيحكي عنها الوزير جبران باسيل. اليوم الرئيس بري رد على موضوع الميثاقية من خلال موضوع المالي، ويقول بصحيفة الجمهورية مصمم على عقد جلسة تشريعية بغض النظر عن موضوع الميثاقية. 65 نايب بعمل جلسة لأن الموضوع المالي ما بقى بيحمل بالبلد. الرئيس بري خبير وبيعتقد هو منطلق من قاعدة كمان الضرورات تبيح المحظورات. طبعا موضوع الميثاقية هيدي يعني كلمة حق يراد بها باطل. يعني التيار الوطني الحر محتار كل يوم بده يخترع لنا شعار تيدغدغ عواطف المسيحيين اللي هن جزء، مش جزء، هن عماد الصيغه اللبنانيه. أيوة. وما حدا بيفرط فيها. نعم. الا اذا هن عم يفرطوا ببعض الحقوق على لحساب او مصالح القيادات، موضوع ثاني. يعني الوزير جبران باسيل ولا مره حكينا عن الميثاقيه، لبتن حليف حزب الله
انغمس بالأزمة السورية وربط لبنان بالموضوع السوري. ما حكينا ولا مرة عن الميثاقية. شو دخل الميثاقية؟ بالعكس، هذا موضوع سياسي. لا، موضوع وطني. هذا موضوع أنت عم تربط البلد بمحلات عم تاخذها على محور معين، هذا من ضمن الميثاقية. كل العالم عم تدري بسوريا أساس فواز، مش بس حزب الله، كل الدول من حزب الله وجر. نحن عم نحكي عن لبنان، هلا شو بدنا بالدول الثانيه؟ نحن الميثاقيه رقم صعب. الميثاقيه ما اجى بالدستور. الميثاقيه بدها تكون الجنرال ميشيل عون رئيس جمهوريه او لحزب معين. الميثاقيه انه تكون مناصفه بين المسلمين والمسيحيين. ما اجى تصنيف ولا اجى الميثاقيه على اساس التمثيل. الوزير باسيل عم بيقول الجانب المسلم عم بيشلحه، هذا عم يحاول زعزعه هذه المناصفه لما بتشلحهم حقوقهم. حقوقهم اخذتها هن التيار الوطني الحر، ما بده حقوق للمسيحيين. لمين بده؟ بده ميشيل عون رئيس جمهوريه. ما بيكونوا اخذوا حقوق المسيحيين. اذا مستعد يتنازل عن كل شيء، ميشيل عون او التيار الوطني الحر مستعد يتنازل عن كل شيء بنظره، بس بيجي الرئيس ميشيل عون يجي رئيس جمهوريه بيعتبر حاله وصل للقمه. الميثاقيه محترمة من الكل. نحن بكل طلاتنا الإعلامية وحتى بالندوات والمنتديات اللي بتصير، يجب حث الشاب المسيحي الانخراط بالدولة، بمؤسسات الدولة الأمنية والسياسية والإدارية. ما حدا، بالعكس، غنى الوجود المسيحي وين بأي قطاع بأي محل يعتبر غنى لهالموضوع. هيدا الميثاقية هي المناصفة بين المسلمين والمسيحيين. الميثاقية أن تكون شعارك الأساسي لبنان أولا، هذه الميثاقية. سعد الحريري اللي بتنحكي قال وقفنا العد، الرئيس الحريري قال وقفنا العد. نعم. عم يعتبر أنه المناصفة مش مرتبطة بالعد ولا بالأقلية ولا بالأكثرية. الميثاقية ما بتكون نعمل جولات واختراقية ونعمل ضد حتى موضوع الجنسية. موضوع الجنسية كمان، يعني عم فوت على أبواب الوزير باسيل، يعني هو مش عارف شو بده. لا، عارف. هو مش عارف شو بده. عم يكتر ملفاته. عم يلعب بلياردو، مش أكتر ولا أقل. بيلعب بلياردو، بيضرب طابات كتير ليفوت طابة واحدة، وهي الطابة الواحدة ما حتكون أورانج. يا بتكون زرقاء يا بتكون بيضاء. يو نيفر نو. عرف كيف هي الطاوله؟ يا بتكون زرقاء يا بتكون بيضاء. مصلحه لبنان فوق كل هيدي الالاعيب اللي عم تتم على الساحه اللبنانيه. ذكرت موضوع المسيحي وكلام كثير خطير انه يفوتوا بالدوله المسيحيين والوظائف العامه ليكونوا جزء من الدوله. كانك عم تعطيهم يعني الاشياء الموجوده من حقهم، وعم تنسى الوظيفه الاساسيه هي رئاسه الجمهوريه. عم تحرمون من رئاسه الجمهوريه. رئيس الجمهوريه بالعكس العادية. بالعكس، رئيس الجمهوريه ما بيصلح الا يكون ميشيل عون رئيس الجمهوريه. يعني كل المسيحيين، كل هالطاقات، كل هالعلم، كل هالعلاقات، التاريخ المسيحي بس يعني انحصر بهالمعجزه هيدا تحت شعار لانه الاكثر شعبي وتمثيله. مش اكثر شعبي بضيفته، هيدي ما حدا عم ينازعه فيها بتحالفاته. هلا هيدا ما عم ينازعه فيه، هيدي مساله نسبيه. نحن في اصول دستوريه بالدستور. اصول دستوريه هي اللي بتحكم اللعبه. هذا اللي احنا عم نحكيه. ينزل على المجلس ينتخبوه والكل بيبير كل من ورئيس جمهوريه لبنان من ضمن السله بقى. رجعنا نحكينا وحكومه ورئاسه جمهوريه. هيدي ما حتصير. ما في ما بتصور. يعني ما بتصور اختزال البلد برأي واحد. لبنان ما تعود على هيك. أنا بهالكلام بدي أختم معك هذه الحلقة من كلام بيروت. شكرا جزيلا لك أستاذ المحامي محمد سعيد فواز على وجودك معنا. شكرا كثير. أخذنا بالعدية. شكرا كثير. على كل حال. شكرا كثير. شكرا للمشاهدين على المتابعة. إلى اللقاء. مرسي كثير.